بالنسبة لبعض الطلاب المبتعثين في الخارج يجمع ويقصر في صلاتي بحجة السفر، فهل يجوز؟ الصحيح أن الذي يدرس في الخارج له عنوان وله مقر ويدرس، هذا ليس مسافرا، وبالتالي لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر، هو مقيم هناك، حتى إذا رجع إلى البلاد هنا يكون مقيما هنا أيضا. فالصحيح أن الطلبة الذين يدرسون في الخارج لا يقصرون ولا يجمعون أبدا، لكن الذي يسافر فترة قصيرة ويرجع يسكن في فنادق أو غير، لكن الطلبة هؤلاء لا، لهم سكن خاص ويؤجرون ولهم عنوان يستدل به عليه وغير ذلك من الأمور. فالصحيح أن هؤلاء طلب مقيمون، وبالتالي لا يجوز لهم الجمع ولا القصر.